فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس يدور على المساجد التي يصلى على الجنائز فيها فيصلي عليها كلها وحده، هل يعتبر هذا من الافتئات على الأموات وعلى أوليائهم، حيث إنه أسقط فرض الكفاية بفعله وأصبحت الصلاة؟ هذا أول شيء من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. ما كان السلف يعملون هذا، يدورون على الناس، يدورون جنائز، ما كانوا يعملون. إذا حضرت الجنازة صل مع المسلمين عليها ولا تتكلف على البحث. هذا الشيء. الشيء الثاني، هذا فيه افتئات على إمام المسجد. الجنازة في المسجد صلي عليها إمام المسجد ولا تتقدمه، اصبر لما يصلي إمام المسجد عليها والجماعة صل معه يا أخي. نعم.